صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة والأجواء الجميلة في المدينة المبهرة اللي تستضيف إكسبو 2020. ندعوكم أعزائي المستمعين لزيارة المعرض الدولي اللي يجمع العالم بمختلف ثقافاته في دبي لتعيشوا هذه التجربة الفريدة والمميزة. نصبح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم كل يوم الأحد إلى الخميس عبر إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي، وهو برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عشان نناقش فيه آخر الأخبار الصحية، الخدمات الطبية، شو جديد هيئة الصحة من خدمات متطورات، نطرح كل المواضيع اللي تهمكم، نستلم رسائلكم مكالماتكم، أي شيء حابين تناقشونه بخصوص خدمات هيئة الصحة والخدمات الصحية بشكل عام. هذه محادثتكم دكتورة ندى ومعاي زميلتي آمنة في التقديم، وأول شيء نشكر قسم الإعداد في هيئة الصحة اللي يعدون الحلقة كل مرة. ترى إعداد الحلقات شيء جدا 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 صعب، يعني مو بسهل إن تعد الحلقة وتحضر وترتب مع الضيوف، يعني أنا بالنسبة لي أسهل شغلة إن أجلس هني جدار ميكروفون وأسولف، لكن اللي يعدون الحلقة كل مرة والمواضيع جدا يعني يعطيهم ألف عافية. طبعا مثل ما تعودتوا دائما مواضيعنا في صحة وسعادة تنوع، دائما عندنا أخبار صحية وعالمية، بيكون عندنا فقرة مميزة عن أهمية وفوائد الألياف. هذه الألياف يعني دائما حنتكلم عنها وعن أهمية الألياف وليش لازم ناخذ الألياف وشو مصادر الألياف، وبعدين بيكون عندنا فقرة مفصلة عن سرطان الثدي، أساليب ووسائل التشخيص الحديثة، بما أن أكتوبر يسمونه The Pink Month أو الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي. نعم طبعا دكتورة، مثل ما ذكرتي برنامج صحة وسعادة يتناول كل الأخبار الصحية والعالمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع. نذكر أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة اللي نسعد بها دايما 4006. اليوم خبرنا يقول كيف يمكن أن نتخلص من مرض السكري النوع الثاني. دكتورة تعرفين المستمعين عن هذا الخبر أكثر؟ إن شاء الله. طبعا مرض السكر مثل ما الكل يعرف الحين هو عبارة عن نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. الحين الخبر اليوم يقول كيف يمكن التخلص من مرض السكري النوع الثاني. قدم فريق خبراء دولي في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري استراتيجية لعلاج النوع الثاني من السكري مبنية على انقاص الوزن. ليش؟ لان شو يعني وجود نوع ثاني من السكر؟ معناه ان البنكرياس عند هذا الشخص اللي هي الغده المسؤوله عن افراز الانسولين الى الان شغاله، لكن ما تفرز كميه كافيه من الانسولين، او تفرز انسولين لكن الخلايا ما قاعده تستخدم الانسولين بالشكل الامثل عشان تقلل مستوى السكر في الدم. مجله اللانست تقول انه وفقا لخبراء من الولايات المتحده واستراليا والبرازيل وايرلندا وبريطانيا، فان تخفيض وزن المريض بمقدار 15% واكثر يساعد في ابطاء تطور المرض وتقليل مضاعفاته وايضا علاجه التام. يقترح فريق الخبراء التركيز في علاج النوع الثاني من مرض السكر على العامل الرئيسي المسبب للمرض اللي هي السمنه اذا كان المريض لا يعاني من امراض القلب والاوعيه الدمويه. الدكتور الديكو لينكفي من المركز الطبي بجامعة تكساس يقول لهذا النهج فوائد إضافية، فهو ليس موجه لتخفيض مستوى السكر في الدم فقط، يعني تنقيص الوزن مو بس تخفيض مستوى السكر في الدم، بل وضد المضاعفات مثل شو الكبد الدهني اللي هو تراكم الدهون على الكبد وانقطاع النفس أثناء النوم، ومرضى السكر يعانون من هالمشكلة. المرضى اللي عندهم زيادة في الوزن اللي هو يسمونه sleep apnea اللي واحد لما ينام يوقف نفسه، وهشاشة العظام أيضا يقي من الإصابة بهشاشة العظام وارتفاع مستوى ضغط الدم ومستوى الدهون في الدم، مما يساعد على تحسين حياة الشخص وحالته الصحية بصورة عامة. الباحثون يستندون في مقترحهم على نتائج دراسات وبحوث علمية عديدة ومختلفة أظهرت نتائج الدراسات العنقودية العشوائية في عدد من الدراسات سووها التي أجرت في 49 عيادة طبية في بريطانيا. 70% من المصابين بالنوع الثاني من مرض السكر الذين فقدوا 15 كيلوغرام أو أكثر، كان متوسط وزنهم 100 كيلوغرام وفقدوا 15 كيلوغرام أو أكثر، شو استوى؟ تعافوا في غضون عامين. طبعا
تخفيض الوزن واسلوب الحياة الصحي ومارس الرياضة، هذا مثل ما يقولون أنا سمير روشتة من غير روشتة، يعني علاج بلا علاج. يعني مرات وايد الدكتور ممكن يكتب لكم فقط هذا، يقول لك توكل على الله، سير عقب 3 شهور نشوف شو يكون وضعك. وايد مرضى خصوصا الكوليسترول والسكر، لما يكون السكر خفيف بدايته مرضى الكوليسترول وايد من مرات نقول لهم ما راح نبتدي لكم اي علاج، سير 6 أسابيع 3 شهور حسب طبعا القراءه تختلف من حاله الثانيه. ما في حد يقول والله دكتوره دكتور قال لي لا ببتدي لك على الدواء لازم وانا كوليسترولي او دهون يعني الدهون الثلاثيه عندي 300 واصله، هذا يعني خطر عليك انت. لكن في ناس تكون في بدايات الكوليسترول خصوصا امنه من الحالات تمر علي في العياده، الناس اللي عندهم كوليسترول يستجيب بشكل جدا جميل للناس اللي بالمشي. احنا دائما نقولهم المشي يحرق لك الكوليسترول نفس ما يحرق السكر. فتلاحظون ان الناس اللي تتبع اسلوب حياه تغير من اسلوب حياتها، تفقد وزنها، تمارس الرياضه طبعا مع الاكل المنتظم، يساعد في الشفاء من السكر. ليش؟ لانه يساعد في حرق السكر افضل، بالتالي يعوض نقص الانسولين اللي مستوي عندهم. وهذا طبعا هذا كلام دائما احنا نقول للجميع، يعني سواء انت مريض او مو مريض اسلوب الحياه الصحي هو طبعا الامثل. نعم طبعا دكتوره، بعد خبرنا اليوم اكيد بننتقل لاسماء الجناحي اللي بتحدثنا عن اخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير اسماء. اسماء صباح الخير. صباحكم الله بالنور سرور. غبتي عنا ثواني يا اسماء، خفنا فقدناك. صباح الاثنين اللي يحبونك الاثنين. اي نعم نعم، انه ثاني يوم في الاسبوع يحبك كل اثنين، والله يوم جميل الاثنين انا احبه. شو الجديد، شو الجديد عندك يا اسماء؟ نحن نحب ناكد على لقاحات الانفلونزا الموسميه، وهو متوفر في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه للفئات، يعني مثل نقول لقاح الانفلونزا متوفر مجانا للفئات التالية: المواطنين، المقيمون ضمن الفئات التالية: المسنون فوق 65 سنة، الأطفال دون السنة الخامسة، الحوامل، أصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة. أما اللي ما يندرجون تحت هالفئات التطعيم هو 50 درهم إماراتي. صحيح. مجموعة من الأسئلة: هل الأطفال يعني فوق 5 سنوات ما تنصحونهم؟ لا، نحن ننصح التطعيم يكون للجميع، ما في استثناءات في تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ولكن التطعيم مجانا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية. كيف ممكن واحد يأخذ موعد؟ ممكن من خلال مركز الاتصال 800-342، وأيضا الحين من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي ممكن يحصلون على المواعيد ويختارون من مجموعة من المراكز، تقريبا أغلب المراكز رعاية صحية الأولية توفر فيها الخدمة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها اللي هي عيادة ما بعد الإصابة بكوفيد، إذا كان الشخص مصاب وكمل أكثر من 4 أسابيع من النتيجة الإيجابية وما زال هناك أعراض ممكن تتوفر العيادة في كل من مركز البرشة ومركز النادي الحمر الصحي. كل اللي عليهم أنهم يتصلوا على مركز الاتصال 800-342 أو من خلال تحويل إذا كان من طبيب الأسرة في الرعاية الصحية أو خدمة طبيب لكل مواطن أو المستشفيات التابعة لهيئة الصحة. فعندهم أكثر من طريقة للحصول على موعد في عيادة ما بعد الإصابة بكوفيد. من الأشياء المهمة إبراز نتيجة فحص إيجابية اللي كانت تثبت أنه كان مصاب 4 أسابيع قبل 4 أسابيع، وإذا كان عنده أن وجد نسخة من نتائج الفحوصات المخبرية والأشعة عشان ما يدور الأشعة مرة ثانية. تقريبا هالأشياء اللي حكينا بنأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، ونتمنى إن شاء الله نهار سعيد في هذا الجو الجميل. اليوم الجو ما شاء الله ينن برا، يعني الغيم وشي بس ناقصنا كم من قطرة مطر ويكتمل الجو الجميل هذا برا. الجو خرافي. الله يثبته إن شاء الله إن شاء الله، يعني لو يتبدل الويكند بعد يكون شيء وايد جميل إن شاء الله نأمل. يعطيك العافية أسماء، يعطيك العافية حبيبتي. الله يعافيك دكتور. مثل ما قالت أسماء عن موضوع يسمونه اللونج كوفيد كلينيك أو عيادة ما بعد الإصابة بالكوفيد، في سؤال صباحكم الله بالخير، عندي سؤال بسيط، يعني السؤال يعني وايد يعني
شو أضحك الله وسنك على قولتهم، إذا غطيت إذني ما أسمع وإذا غطيت عيني ما أشوف. ليش؟ والله يعطيكم العافية طاقم البرنامج. أشكر صراحة المستمع اللي طرش يعني طرفة لطيفة، والجو يساعد يعني، هو الجو يساعد جدا إن توصلنا مثل الطرفات اللطيفة. بخصوص على السرقة ما طلع الفاصل، اللون كوفيد كلينيك يا جماعة، إذا هو يمكن حجز المعنى طريق مركز الاتصال مثل ما قالت أسماء، لكن إذا أنت عندك شك مو متأكد هل العيادة بتخدمك أو لا، دائما نقول اسأل طبيب الأسرة. ليش؟ لأن أنت رح يعطيك تحويل أو تتريى الموعد والعيادة مرة في الأسبوع، فليه ما توصل قد تكون الخدمة اللي أنت تحتاجها مو ضمن اللونج أو عيادة ما بعد الكوفيد. دائما استشر طبيب الأسرة سواء عن طريق خدمة طبيب لك المواطن أو عن طريق زيارة العيادة، وتأكد هل أنا أحتاج أو لا، ولازم يكون عندك نتيجة إيجابية. في ناس تقولك أنا كان عندي عرض كنت شاكة عندي كوفيد وحجرت عمري وبالعيادة، ما يستوي طال عمرك، لازم تكونين إيجابية 100%، عندك نتيجة موجبة لكوفيد من خلال 4 إلى 12 أسبوع. والله يشفي الجميع إن شاء الله، وأكيد خدمات هيئة الصحة ما شاء الله دائما تتطور يعني. يعني نشوف آمنة يوم عندها أعراض عيادة موجودة أوردي، لما يصيب الكوفيد موجودة عيادة الأسسمنت مثل في الخوانيج وفي البدع، وعقب ما يخلص أيضا هناك عيادة متابعة ما بعد الكوفيد. فهذه كلها خدمات عشان نحرص أن الشخص يحصل على أفضل رعاية صحية، سواء أنت ما عندك كوفيد أو عندك أو بعد كوفيد. وإحنا ما راح نطول إن شاء الله على الفاصل، نروح فاصل وبعد الفاصل نتابع فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. رجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 6005514114 ورسائل النصية على 4006. قبل ما ناخذ ثرية أخصائية التغذية عشان تكلمنا عن الألياف الغذائية وأهميتها على السريع. السلام عليكم دكتورة، هل أخذ خزعة من الورم يهيج الورم ممكن ينتشر؟ هذه فكرة جدا خاطئة. أتوقع يعني ورم قصده يعني مو ورمة يعني الأورام اللي تصاب الإنسان وحميدة أو يعني أو غير حميدة، لا، أخذ خزعة ما ينشر المرض، ما يسوي تهيج المرض، هذا لا، هاي فكرة خاطئة. ثاني شيء، صباحكم الله بالخير، بعد إصابتي بكورونا صار لي أكثر من شهرين ما أشم. نعم، في ناس تمنين 3 شهور 6 شهور ما تشم عدل تدريجي، فأنت تقول ما أشم عدل معناه هناك يعني الشم رجع تدريجيا، ياخذ وقت. في ناس ما شاء الله خلال كوفيد ما فقدوا الشم ابدا، وفي ناس تدريجيا يرجع. ولو بحثتوا في النت بتلاقوا في وايد وصفات شعبيه، اللي يقول لك قرنفل، واللي يقول لك ما ادري شم ثوم، ما ادري، في وايد زيوت العطريه. الزيوت العطريه يقول يساعد انه يعني يحفز الشم. الى الان ما في طريقه معينه معتمده، لكن في وايد وصفات طالما هي امنه، يعني مثلا ما يقولك اشرب شيء اكل شيء، لا، يقولك مثلا استخدم زيوت عطريه. في ناس تقول اغلي القرنفل وتشموا ريحه القرنفل وهو ينغلي ساعات يساعد. ففي اكثر من طريقه من الوصفات الشعبيه. واذا سالتوا امهاتكم، انا متاكده، صح في زمانه ما كان في كورونا، بس انا متاكده الامهات عندهم وصفه شعبيه تقتل ابو الكورونا بعد وتخلي الشم يرجع احسن من قبل. انا متاكده، بس اسالوا امهاتكم، يمكن يستخدمون زيت لقمان، ما ادري، يعطونك عشان ترجع الشم. الامهات دائما عندهم وصفات جميله، ولكن ابحثوا في الوصفة حتلاقون إن شاء الله، حتلاقون إن شاء الله الشم يرجع نفس قبل. بس لكن لازم نقول الصبر، يعني لا تستعيلون. يعني حتى لو في ناس تقول دكتورة بس الكورونا مالي كان خفيف، هو ما لي خص خفيف أو شديد، لكن الإصابة نفسها مثل ما يقولون توتر، يعني ضغط كان على الجسم، فنعطي الجسم جسمنا وقته أنه يرجع تدريجيا. كل جسم يختلف. ممكن تقول زين أختي يعني صارت أحسن قبلي، بالضبط. كل واحد جسمه يختلف. أنا وأختي، ربيعتي، أمي، كلنا أجسام مختلفة، لازم نحترم كيف أجسامنا يعني تسترجع وظائفها نفس قبل. إحنا ما رح نطول على ثريا التميمي أخصائية التغذية، بتكلمنا عن الألياف الغذائية وأهميتها الصحية. طبعا دائما تسمعون يقولون لازم يكون ألياف أكلك، لازم يكون ألياف أكلك. كل الناس نقول يعني أي حد يروح الدكتور يقول لك إيش كثر تأكل ألياف خضروات وفواكه، إيش كثر. بنعرف ليش نقول على الألياف، ليش الطبيب الأسرة وأخصائي التغذية دائما يقول تناول مزيدا من الألياف. ثريا صباح الخير. أهلين، صباح الورد. هلا دكتورة ندى. هلا فيك ثريا. أول شيء نقول، الناس دائما تسمعنا نقول ألياف غذائية، ألياف غذائية، شو يعني ألياف غذائية؟ أول شيء صبحكم الله بالخير، إن شاء الله يكون صباحكم سعيد إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم بنتكلم عن الألياف الغذائية. أول شيء، الألياف الغذائية هي الجزء النباتي من المادة الغذائية اللي لا يستطيع الجسم هضمها أو امتصاصها، مو يعني مو بنفس الدهون والكربوهيدرات والبروتينات اللي بتصل الجسم على طول. هذه لا يستطيع الجسم هضمها وامتصاصها، عشان شيء هي تمر على المعدة وتمر على الأمعاء الدقيقة، ما يسوي لها أي تغيير أبدا.
لين ما توصل إلى القولون وبالتالي يتخلص منها الجسم وتبكرم على هيئة فضلات. تقسم الألياف الغذائية إلى نوعين، ألياف غير دائبة في الماء وألياف دائبة في الماء، وهذا شيء مهم جدا أن نحن نعرف الفرق بين الاثنين. الألياف الغير دائبة في الماء، هذه الألياف طبعا تساعد أو تسهل عملية حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي، وبالتالي تسرع حركة الأمعاء، وبالتالي لها فضل كبير أنها تقلل من الإمساك. وهذه الألياف الغير دائبة في الماء موجودة في الحبوب الكاملة، موجودة في المكسرات، موجودة في قشور الخضار والفواكه. عشان تتذكرون أيام درس ناخذ السليلوز، مادة السليلوز هي هذه موجودة على قشور الخضار والفواكه. أما الألياف الدائبة في الماء، هذه المادة بعد إذابتها في الماء تكون مادة هلامية. هاي المادة الهلامية في بعضها تتحد مع الكوليسترول أو الدهون في الدم وتطلعها من الجسم، وبالتالي تلعب دور كبير في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وأيضا تلعب دور كبير في التحكم في مستوى السكري أو التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، وبالتالي تبطئ ارتفاع السكر في الدم. وهذا اللي نحن دائما ننصح مرضى السكري باتخاذ الألياف، الألياف أو وجود الألياف في نظامهم الغذائي. هذه الألياف الدائبة في الماء موجودة في البقوليات مثل الفاصوليا، مثل العدس، موجودة في التفاح، يعني قشرة التفاح فيه غير دائبة وداخل موجود الدائبة في الماء. مثل الموز، اليزر، الحمضيات، عندنا الشعير وبذور الكتان أيضا. ممتاز. خلينا نتكلم الحين عن الفوائد. فوائدها طبعا عديدة، منها مثل ما ذكرنا الوقاية من الإمساك، تقليل من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وخصوصا سرطان القولون، تقييم سرطان القولون، وأيضا تقينا من الإصابة بأمراض القلب خصوصا الكوليسترول، ومثل ما ذكرنا تتحكم في مستوى السكر في الدم. والشيء الأساسي للناس اللي يبون ينزلون وزنهم أنها تحسس شعور بالشبع، لأنها تم تستغرق فترة طويلة في المعدة لما توصل إلى الأمعاء ويتخلص منها الجسم، وبالتالي تعتبر أساسية في الحميات الغذائية لتخفيض الوزن. عشان كذي نحن دائما نقولهم جدموا السلطة، جدموا الشربات خصوصا شوربة العدس وشوربة البقوليات والخضار قبل الوجبة الأساسية، عشان تحسسهم شعور بالشبع وبالتالي يقللون من تناول الكربوهيدرات والدهون والبروتينات في وجباتهم. وأيضا بعض الدراسات أثبتت أن الألياف هذه في منها ألياف يسمونها البري بيوتيك فايبر، هذه اللي هي تكون غذاء للبكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وبالتالي أثبتت دراسات أن هذه الألياف تساعد في زيادة معدل أو زيادة كمية أو عدد البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. طبعا الاحتياجات اليومية لهذه الألياف تصنف على حسب الفئات العمرية. عندنا الفئة العمرية اللي هي أقل عن 50 سنة للرجال تقريبا 38 جرام من الألياف، وللنساء 25 جرام. أما اللي تزيد أعمارهم عن 50 سنة فيتناولون 30 جرام وللرجال، والنساء 21 جرام. خلينا نشوف الأطفال. الأطفال كيف أن احنا نحسب لهم الألياف؟ الأطفال اللي أقل عن 18 سنة ممكن أن احنا نضيف 5 إلى عمرهم. مثال، إذا كان عندنا طفل عمره 10 سنوات فكم يحتاج دكتورة لدى؟ 15 جرام. نعم. وإذا كان وهكذا اللي هم أقل عن 18 جرام. نعم. فأستاذة ثريا، أنت ذكرتي موضوع مهم جدا خاص بالألياف، الألياف الغذائية. إذا بنقول للأشخاص اللي مثلا عنده إمساك، الشخص اللي عنده إمساك مزمن أو دائما يعاني من الإمساك، شو تنصحينه في نظام الغذائي؟ يزيد من أي مثل ما ذكرتي الفواكه والخضروات، هذه زيادتها بمعدل يعني طبيعي مو بالإكثار منها؟ يمكن الحين أحد المستمعين يسمعنا بيقول أنا بزيد من الألياف هاي بتحسسني بالشبع، بتخلي وزني ما يزيد، وفي النهاية بتخلصني من الإمساك. فشو نصيحتك في هذا الجانب؟ الإكثار منها هل ممكن أنه يكون مضر؟ نعم، في نقطة معينة، في نقطة مهمة جدا لازم يعرفونها المستمعين، أن أنا ذكرت أن أوردي هذه الألياف تحتاج إلى ماء، فبالتالي تستهلك كمية كبيرة من السوائل والماء في جسمنا. في حالة أن نحن ما أخذنا كفايتنا من الماء
وبالتالي هاي سبب جفاف، والجفاف يؤدي إلى الإمساك. صحيح. بالعكس أن شغلتها الأساسية أن هي الإمساك. الاحتياجات، أثبتت دراسات أن إذا الشخص زاد عن 70 جرام من احتياجاته، من 40 إلى 70 جرام من احتياجاته من الألياف، هاي تؤدي إلى الجفاف، تؤدي إلى الغازات، الإصابة بالغازات والتقلصات المعدة، تؤدي إلى أيضا الإصابة بالإسهال ساعات. عشان شيء نحن ندخلها نعتمد على الطبق الصحي في نظامنا. بكل بساطة إذا نحن قسمنا، خذنا من 2 إلى 3 حصص يوميا من الفواكه والخضروات، وخصوصا الغير دائبة في الماء بالنسبة للناس اللي عندهم الإمساك اللي ذكرناها مثل الحبوب الكاملة والقشور الخضروات والفواكه، إذا تناولنا تقريبا من كوب ونص تقريبا من البقوليات بمعدل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع، هذا بعد كفيل ان احنا ناخذ من هذه المعدل. بس لازم ان احنا نعرف كم الكميات. اعلى كميه موجوده في الالياف موجوده في البقوليات، تقريبا الحمص اللي هو العادي والحمص الاخضر بين 16 الى 15 جرام اذا تناولنا كوب طبعا منه مطبوخ، تقريبا من 16 الى 15 جرام من الكربوهيدرات. فاذا انا احتاج 25 صح منهم 15 صح. فعشان كذي الباقي أنا أحاول إني أحصى، مثلاً عندنا الخوف يحتوي على 5.5، التفاح يحتوي على 4.4. دائماً نحن ننصح خذوا الفاكهة نفسها، لا تأخذون العصير. صحيح. مثال التفاحة كاملة تحتوي 4.4 جرام، بس العصير يحتوي على 1.4، فشو الأفضل؟ طبعاً التفاح نفسها. أيوة، فنأخذ دائماً الألياف نستفيد منها، من ما نحتاج إن نأخذ سبليمنت ولا نحتاج أن نأخذ أي مكمل غذائي. غذائنا كفيل أن يعطينا كل الاحتياجات اللي نحن نحتاجها من الألياف في نظامنا الغذائي. نعم. طبعا دكتورة أستاذة ثريا التميمي ذكرت لنا دكتورة ندى فوائد كثيرة للألياف الغذائية، إحنا نحث المستمعين أن أيضا هم يبحثون أكثر عن هذا الموضوع، يعني يضمون الألياف الغذائية لنظامهم الغذائي. أستاذة ثريا التميمي أخصائية التغذية السريرية، سعيدين بتواجدك اليوم معنا في برنامج صحة وسعادة، وهاي المشاركة الطيبة والمواضيع اللي دائما تختارونها بعناية، شكرا لك أستاذة ثريا. وأنا أسعد ومشكورين، شكرا دكتورة ندى وشكرا آمنة، ونشوفكم على خير وصحة وسلام إن شاء الله يا رب. شكرا لك، نهارك سعيد. طبعا آمنة على السرقة ما نطلع على الفاصل، أنا دائما متأخر على الفاصل المخرج، يعني أنا في البرنامج دائما أتأخر على الفاصل. بس وحدة في ممكن تكون بعض الناس أو بعض خصوصا البنات تفكر ان الالياف بس عشان والله عشان امساك عشان هضم يصير افضل، لكن انا ادري بما ان انا اقول بنات ليش، لان احنا بنات دائما يهمنا بشرتنا وشعرنا. وايد من البنات اللي تشوفهم في العياده لما يقولون دكتوره دائما بشرتي باهته، احسها ما فيها نور، احسها باهته تحت عيني شعري، اول سؤال اسالها كيف هضمك، كيف الياف اللي تاخذين في اليوم؟ تقول دكتوره يعني لا انا مثلا انا دائما اسوي رجيم، اكل بسكوت ناشف، اكل ما يشو. فتقول لك ما تاخذ الياف كافية. فأقول لها ترى الألياف مو بس عشان يحسن هضمك، لكن الإصابة بالإمساك نفسه يخلي السموم تتراكم عندنا في الجسم فينعكس على بشرتنا وعلى شعرنا. فأفضل بدل ما تصرفون آلاف الدراهم على تحاليل عشان شعر تساقط شعر، أو تشوف نظامك الغذائي كيف، إذا عندك إمساك بشكل متكرر عالجي أو شيء إمساك بالألياف، راح تلاحظين تغير تام في بشرتك وفي شعرك. كثير من البنات بلاقي بشرتهم باهتة وما فيها نظارة، تحسينها جافة بسبب إنه شو ما في ألياف أكلها. حطوا صحن سلطة كل يوم على الغداء، لازم تكون صحن سلطة في ورقيات، راح تلاحظون فرق في بشرتكم وفي شعركم، أصلا يستوي لماع وحلو، حتى عيونكم تبرق. أحس دكتورة يمكن اللي يسمعون الحين ما يبون نطلع فاصل، لأن هاي السوالف اللي تهم الحريم وتهم الناس. يوم الأيام أوعدكم راح نتكلم بشكل تام كيف نخلي بشرتنا نظرة وحلوة من غير دوام، من أشياء نسوي إحنا في البيت بشكل يومي إن شاء الله يوم من الأيام. جهزي جهزي الموضوع هذا آمن إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أعزائي المستمعين فاصل قصير وبنرجع معك دكتورة ندى ومع الدكتورة خولة عيسى الحجاج، بنكلمكم أكثر عن التوعية بسرطان الثدي، انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006.
أعزائي المستمعين، اليوم فقرتنا فقرة التوعية بسرطان الثدي، وطبعا كلنا نعرف أن سرطان الثدي أحد الأمراض المزعجة والمقلقة، ولكن مع التقدم الهائل في الطب وفي التقنيات ووسائل التشخيص والاكتشاف المبكر وطرق الوقاية والعلاج، أصبح ممكن تجاوز هذا المرض أو التعامل معه بشكل أفضل إذا ما أصيب فيه أحد الأشخاص. واليوم للحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم معنا بتكون الدكتورة خولة عيسى الحجاج، أخصائي أول طب أسرة ورئيس مركز زعبيل الصحي بالإنابة. أهلا فيك دكتورة خولة. أهلا أختي وشكرا على الإضافة، وشرفني اليوم أن احنا نتكلم عن موضوع وايد مهم بيختص فيه فئة مهمة من المجتمع وهم النساء. نعم دكتورة، طبعا كلنا نعرف أن سرطان الثدي يصيب ليس فقط النساء والرجال، ولكن في حلقة اليوم نحن بنقتصر على هذه المشكلة الصحية عند النساء. فهل دكتورة تقدمين لنبذة بسيطة عن سرطان الثدي، نعرف المستمعين أكثر بما أن الشهر شهر التوعية بسرطان الثدي؟ أكيد أختي، صحيح كلامك، هو السرطان يصيب النساء أكثر من الرجال طبعاً، نسبة الرجال ضئيلة بس هناك احتمالية إصابة الرجال. شو هو سرطان الثدي؟ سرطان الثدي مثل أي سرطان ثاني، هو أن خلايا أو أنسجة الثدي تكون تنمو بشكل بصورة غير طبيعية وبشكل سريع. مشكلة الخلايا السرطانية أنها تهاجم الخلايا المحاوطة الطبيعية وسريعة الانتشار، وهذه هي المشكلة اللي نحن نعاني فيها مع أي نوع من أنواع السرطانات، وأخص بالذات سرطان الثدي لأنه أكثر السرطانات شيوعا عند النساء بنسبة تقريبا يعني حوالي، منظمة الصحة العالمية أعلنت عن إصابة 2,000,000 حالة في عام 2020، فهي نسبة كبيرة من النساء اللي يكون عندهم إصابة بسرطان الثدي. نعم دكتورة، إذا النسبة هاي مثل ما ذكرتي نسبة كبيرة، هل ممكن نعرف المستمعين إذا لهذا المرض أكيد له أعراض، كيف تكون أعراض هذا المرض وأهمية الاكتشاف المبكر لها؟ أوكي. الأعراض طبعا مرض سرطان الثدي في البداية والمراحل المبكرة، إحنا أصلا يعني كل ما اكتشفناه في مراحل مبكرة، أنا أحب أبشر المستمعين والمستمعات اللي يسمعونا، يعني كل حد يسمع كلمة سرطان الثدي يبدأ يخاف، يبدأ في ناس يخافون حتى يتصلون إنه يخافون من كلمة السرطان أو يكتشفون المرض، في ناس يحبون إنه ما يبون يسوون إنه ما يبون يكتشفون. أبغى أبشرهم أقولهم إن نسبة النجاح في المراحل الأولى تصل أكثر من 90%، طبعًا مع تقدم الطب وتقدم الوسائل التشخيصية. ليش بنشوف الأعراض؟ الأعراض دي ما لها أعراض في البداية، في المراحل المبكرة ما لها أي أعراض، يعني لا بتشوف أي تغيرات ولا أي شيء اللي بذكرها في الحين. الأعراض أو التغيرات تلاحظ من يتكون السرطان بشكل أكبر أو نقول بمراحل متقدمة، تبدأ تظهر الأعراض اللي هي تغير حجم الثدي، أحيانا يكون الشكل أو الحجم الثدي يتغير، يكون ألم يعني جديد يكون مستمر، عادة في آلام تي وتروح، هذه بسبب الهرمونات وتغير الهرمونات. أنا ما أقصد هذه الآلام، أنا أقصد أن الألم يكون متواجد ومتواجد فترة طويلة ما يروح، أحيانا يكون الجلد المحاوط والثدي يكون فيه تغير، احمرار انتفاخ، أو أحيانا يكون مثل تجعد للجلد الثدي عشان نشبهه بجلد البرتقالة، وهذه من علامات المتقدمة للمرض، أو تغيرات في مظهر الحلم، الحلم الغائرة إذا كانت أصلا مو موجودة في السابق وكان موجودة حينها، أو أحيانا يعني في للنساء اللي يقومون بالفحص الذاتي بيكتشفون أن في هناك كتل، بس مو معناته أن هذه الكتل تكون سرطانات، لازم إحنا نكتشفها. سألتين عن الاكتشاف. طبعا الاكتشاف نحن أهم شيء عندنا، والفحص المتوفر في جميع يعني المراكز الصحية في الدولة والفحص هيئة الصحة في دبي اللي هو فحص الماموغرام. فحص الماموغرام جدا مهم للنساء اللي أعمارهم 40 وما فوق. ليش هذا الفحص مهم؟ هذا الفحص يساعدنا إن نحن نكتشف التغيرات، حتى اللي يمكن الطبيبة إذا فحصت المرأة يمكن ما تحس في أي تغيرات، ولكن هذه الأشعة الماموغرام هي أشعة سينية، بالنهاية أشعة سينية نسويها
أشعة الصدر، أشعة الريدة، بالتالي أشعة ثانية وكمية أشعة قليلة. بس هذه الأشعة تساعدنا نشوف أي تغيرات أي ونقارن، لأن نحن نسويها بشكل دوري كل سنتين، فنحن نقارن إذا في أي تغيرات عقب نبتدي نوجه المريض شو النكست يحتاج. هذا يحتاج أشعة ثانية، يحتاج MRI، يحتاج أحيانا تصوير تلفزيوني لأنه ما كان واضح في الأشعة هذه، أحيانا إذا في كتلة نحتاج نسوي خزعة. يعني كل مريض نتعامل على حالة المرضية واللي نحن نكتشفه. صحيح. دكتورة خولة، أكيد كونك أنت يعني طبيبة أسرة تواجهين بعض النساء اللي تخاف من الأشعة مالت الماموغرام أو ترفض أنها تسوي، مع أنها تكون أو شيء، لو يعني نتكلم أنه منو النساء اللي لازم يسوون الماموغرام أو أشعة سينية مالت الصدر، من بعد أي عمر وش كثر لازم تسوي، كل كم فترة لازم تسوي الأشعة هذه؟ أوكي. أشعة الماموغرام إحنا ننصح فيها من عمر 40 وما فوق، لأن يكون التغيرات الثدي تساعد على هالنوع من الأشعة. صحيح. إذا كنا عندنا أي تدخل أو إذا كنا عندنا أي شك في أي أمر ما قبل سن 40، أن الأشعة الألتراساوند نحن نسويها، لأن تكون التكوينة الثدي أو الغدة الثدي ما تساعدنا في أقل من عمر 40. ونحن نسويها عادة على حسب المنظمة الصحة العالمية والنصائح والأبحاث العلمية تقول نحن لازم نسويها كل سنتين، ولكن في حالات تختلف. في حالات نحن نقول حق المريضة لا، نحن نحتاج صح كل سنتين، بس أنت عندك مثلا تغيرات ليفية، تغيرات هذه هي تغيرات حميدة ولكن تحتاج متابعة دقيقة، فنحن ننصح أنه لا، نحن الحين نسوي لك الألتراساوند. يمكن في حالات وايد مستجدة فيها عوامل خطر، فيها عندها تاريخ عائلي، هذه حالات وايد اكسبشنال إنه نحن نحتاج نسويها سنوية، ولكن هذه جدا ضئيلة وعلى حسب الحالة المرضية والدكتور ينصح بالحالة. يعني لازم يشوف الحالة ويدرسها عقب ينصح، بس بشكل عام هي من سن 40 فما فوق كل سنتين لازم يسوونها. والنساء اللي تخاف من التحليل، تذكرين قبل كان دائما التحليل أو أشعة الماموغرام كانت شيء مؤلم، فالنساء اللي عندها التجربة أنه كان يعور قبل، فشو الرسالة تقول للنساء اللي ترفض تسوي ماموغرام فقط مثل تقول مثلا لا والله يعور أنا ما بسوي، أو ما عندي حد في العائلة أصلا عنده سرطان فأنا ليش أسوي هذا، ليش أعرض عمل الأشعة؟ أول شيء أنا أبقى أقول أن فحص الماموغرام فحص متواجد وسهل ان الناس يحصلونه والنساء يحصلونه، متوفر في كل تقريبا 4 عيادات في مراكز رعايه صحيه الاوليه اللي تشمل اماره دبي بشكل كامل وتغطيها. هذه الاشعه وايد يعني اصلا اظهارها خفيف لان عسينيه في النهايه. ثانيا وايد جدا مهم تساعد ان نحن نشوف التغيرات في الصدر اللي حتى النساء لا يقدرون يحسون فيها ولا حتى الطبيب. يعني الماموغرام افضل فحص الطبيب الإكلينيكي. صحيح. هذا أولا. صحيح. وثانيا هذه الفحص يعني يسوونها في دقائق معدودة، يعني لو مجرد إحنا تطورنا طبعا الأشعة الماموغرام كانت قديما يمكن مؤلمة أحيانا أقل ألما والألم هذا دقيق معينة، بس نحن يعني إذا اكتشفنا أي تغيرات في المراحل المبكرة نسبة النجاح توصل حتى إلى 95 أو نسبة النجاح إحنا نتكلم على 5 سنين قدام أو على 10 سنين قدام أو على مراحل متقدمة، لأن مثل ما عارفين إحنا منطقة الثدي منطقة حساسة وقربة وايد أعضاء حساسة العمود الفقري. ليش نحن نضطر إن نحن نشوف الأعراض تظهر ويكون المرض في مراحل مبكرة جدا وبعدين يكون العلاج مؤلم أكثر من فحص الماموغرام؟ يعني العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أو حتى يعني نفسيا الواحد يكون أكثر تألما من هذا الألم اللي يمر بدقائق. صحيح. يمكن إن شاء الله يكون كل شيء طبيعي، وإذا في أي تغيرات موجودة يعني العلاج متوفر، الأخصائيين الثدي أو الصدر متمكنين من هذا الأمر، والحمد لله نحن تقدمنا في وايد مراحل عن قبل. يعني أنا أقولهم لو ألم دقيقة بس أنت تطمئنين على نفسك، أو حتى لو كان أحد من المستمعين يسمعنا من الرجال يقول هذا يعني لازم ينصحون فيه أخته أمه حرمته أهل القراب عليه، إن هذا الفحص وايد وايد مهم ويساعدنا في الاكتشاف المبكر. نحن ما نبغى نوصل لمراحل متقدمة ونكتشف فيه موجود الخدمات اللي تساعدنا نحن نكتشف
ونعرف أي ستيج المرض كما نوصل هالمرحلة. صحيح. نبغى نوصل في مراحل متقدمة عشان نتدخل ويكون العلاج أبسط وأقل ألماً. نعم دكتورة، مع تقدم طبعا الطب ووسائل التشخيص والعلاج نقدر نقول أنه لم يعد سرطان الثدي مثل ما يقال. الناس قبل كانت تقول سرطان الثدي خلاص يعني نهاية العالم مثل ما يقولون. صح. وهاي النهاية. فأنت شو تنصحين المستمعين اللي لا سمح الله تم تشخيصهم بسرطان الثدي؟ الحمد لله نحن الحين العلاج تطور. إحصائية نزلتها منظمة الصحة الأولية تقول يوم قارنوا من بين عام 1980 لعام 2020 شافوا نسبة التقدم في العلاج أو نسبة معدل الوفيات، شافوا تحسن تقريبا بنسبة 40%، يعني تحسن جدا كبير، يعني نص تقريبا قريب النص. وأعلنوا عن نسب الحريم اللي أصلا كانوا ناجين اللي يعتبرون سيرفايفر من مرض السرطان الثدي كانت تقريبا 2.6 مليون امرأة. فهذه القصص اللي نحن نسمعها، أكيد كل حد يسمع قصص إنه في حد شخص ومر في العلاج الحمد لله ردت حياته طبيعية وردت أموره طبيعية، فهذا ما يمنعنا وما يخلينا نتردد إن نحن نكتشف، لأن كل ما اكتشفنا في مراحل مبكرة كل ما كان ال- 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 التقدم في العلاج وكل ما كانت نسبة العلاج ونسبة النجاح من والتمكن من المرض كانت أعلى، توصل أكثر من 90%. فأنا أقول لهم هذا الخوف أو هذا التردد لازم كل امرأة تغلبه، يعني بيسمعون وايد قصص وايد أشياء نحن يعلنون عليها في السوشيال ميديا، يعلنون عليها في الإعلام، لازم يسمعون منهم يتعبون، لأن هاي أشياء يعني جدا مهمة لكل امرأة، يعني لازم تهتم في صحتها عشان تقدر تعطي لنفسها تعطي الآخرين. فهذا مهم وجاء بسيط البرمجرام، يعني ما أعتقد أنه دقائق معدودة ونقدر نكتشف فيه مرة. نعم. صحيح. دكتورة، الوقاية خير من العلاج. إذا أحد المستمعين إذا كانوا من يعني الشباب يسمعونا، تنصحوا أمهاتكم، خل يمكن الأمهات ما يفكروا في هذه المواضيع، بس إحنا دورنا مثل ما هم اهتموا فينا ونحن صغار وحثونا على يعني على كل مواعيدنا ودونا التطعيم ودونا كل مكان. صح. إذا هم كبروا مو عيب ان نحن ننصحهم، مو بعيب ان نقول لهم سيري الوالده فحصي هالفحص، لو مثل ما ذكرت الدكتوره يمكن شوي يعني مؤلم، ولكن هذا ممكن يحفظ لنا. صحيح. امهاتنا يحفظ يداتنا، فليش لا؟ نحن دائما نسمع سرطان الثدي وحمله وشهر كامل، لكن منو اللي يصير يبحث؟ منو يصير يقول انا باخذ امي بوديها اقرب مركز صحي مثل ما ذكرت الدكتوره خوله؟ هاي اجراءات بسيطه ما تاخذ منا يعني ما تاخذ من يومنا شيء. صحيح. وانتم ممكن حتى الدكتوره قالت حتى يعني الريايل ممكن انهم ياخذون يداتهم امهاتهم، يعني الموضوع مو بعيب، الموضوع يحتاج بس شويه توعيه وشويه. صح. جهد من الافراد. اكيد. دكتوره خوله، بما نتكلم عن التوعيه، شو جهود هيئه الصحه في توعيه المجتمع باهميه الوقايه من سرطان الثدي؟ طبعا الحملات نحن عندنا مستمره، يعني ما نحن ما اقتصرنا على شهر 10 ان نحن نزيد في التوعيه، نحن نبغى طول السنه وطول الفتره هذه نزيد التوعيه. والخدمات متوفره، طبعا خدمه الماموغرام انا ذكرت انها متوفره في مركز ند الحمار، مركز المزن الصحي، مركز البرشة ومركز عبير الصحي، لكن ما يقتصر على الناس المتواجدة في المراكز، ويخدم جميع المجتمع دبي. طبعا الإجراء جدا بسيط، وهو يسلك أن المريض بس في الطبيب الأسرة تقوم بفحص بس وتتوجهه وتعطي موعد الماموغرام، وهذا الإجراء جدا بسيط وما يأخذ وقت من المريض. نحن نقوم في حملات مكثفة عن سرطان الثدي، وأهم الحملات اللي قامت فيها هيئة الصحة في دبي، لأن تعرفون عقب الكوفيد في فئة وايد تخلوا عن الفحص المبكر وتناسوا هذا الشيء وأهملوا الموضوع. فعشان نحن نتدارك هذا الشيء قامت الهيئة وخذت كل يعني الأرقام والنساء اللي سووا وعدوا على سنتين وتواصلت معاهم، يعني اتصلت فيها وكانت يعني مبادرة استباقية ان نحن نوصل للناس ونقولهم تعالوا وفحصوا. ومع ذلك للأسف يعني نسبة كبيرة الناس بعدهم مترددة، او الناس يهملون او يقولون لا بعدين، ترى كل ما الواحد يقول بعدين ويأجل يقول خلاص يتناسى الشيء. صحيح. هذا يعني كل ثانية يكسب فيها وقت
يقدر يعرف المرض في مرحلة مبكرة. وأنا بعدني مصرة إن نحن إذا عرفنا المرض في مراحل مبكرة نسبة العلاج جدا عالية ومرتفعة، وعادي لكم يردون حياتهم الطبيعية. يعني حتى أحيانا ما نقدر ما نضطر أن نسوي أي عمليات أو ما نضطر نعطي علاج كيماوي، يكون شيء بسيط. صحيح. كل ما كان في مراحل مبكرة كل ما كان أفضل. نعم طبعا دكتورة خولة عيسى الحجاج، الوقت داهمنا ووصلنا لنهاية حلقة برنامج صحة وسعادة. أشكر لك دكتورة هذه التوعية وهذه الإجراءات الاستباقية اللي أنتم تتخذونها في المراكز الصحية لحماية فئة مهمة في المجتمع، يمكن يكونون أمهاتنا ويداتنا، ونحن أيضا بدورنا نحثهم على هذه الفحوصات الدورية. شكرا لك دكتورة خولة رئيس مركز زعبيل الصحي على هذه المشاركة. شكرا لك. مشكورين. شكرا لك دكتورة خولة. طبعا في الختام عشان بعد تأخرت على الفاصل، ما بتأخر بعد على نهاية البرنامج ودي زعلين المخرج، نرد نذكر بموضوع الماموغرام، وإن تحليل وايد بسيط، أو ما مو بتحليل يعني هو يعتبر من التحاليل لكن أشعة جدا بسيطة. وأشجع الكل، يعني أنت شجعي أختك وأختك تشجع أختك ثاني وشخ ربيعاتكم وأمكم، شجعوا يعني سووا احجزوا كلكم مع بعض وروحوا كلكم سووا عشان تتشجعوا. أنا أدري وما نبغى هذه الفكرة إنه أنا ما بسوي عشان ما أكتشف شيء، طالما أنا ما عندي أعراض ما بكتشف. هالفكر للأسف كثير من النساء عندهم، تقول بنا ما عندي أعراض ليش أسير أسوي. إن شاء الله دقيقة ونص يقول المخرج يعني دكتورة لا تطولين على نهاية البرنامج الله يخليك. إن شاء الله فلو إحنا دائما إحنا نقول إذا أنكرنا المشكلة ما رح نحلها، اكتشفي الشيء مبكرا. ولا مثل يعني إحنا كثر حالات نسوي لها ماموغرام يمكن ما أعرف النسبة بالضبط، يعني لو قلت 10-15% يمكن إذا يطلع فيها، واللي يطلع فيه مو كل أورام خبيثة، اللي يطلع فيه وايد أشياء حميدة وجزء بسيط أشياء أورام خبيثة أو أورام تحتاج فحوصات زيادة. لكن ما ينفع أقول أنا ما بسوي بما أنا ما عندي أعراض لا يطلع شيء وبعدين أقعد أحاتي وأهلي يحاتون. شخصي التشخيص المبكر هو سر أي علاج، أي تشخيص مبكر يساعد في حياة أفضل. ترى ليش الشخص مبكرا؟ عمنا عشان حياة المريضة تكون أفضل. نعم. مو بالقصد إن إحنا بس نبغى ترى يعني بس نبغى نسوي نسخ نعرضهم لأشعة وما أشعة. دكتور خالد الأشعة جدا جدا آمنة كميتها بسيطة، لكن تشخيص مبكر معناه حياة أفضل. نعم طبعا دكتورة ندى الملا شاكري لك أيضا هاي المعلومات اللي دائما تقدمينها. أنا أقولهم أحس الدكتورة يوم معاي تني مع تي موسوعة معلومات. فطبعا أنا أشكر لك أيضا تواجدت معنا اليوم، نشكر أعزائي المستمعين استماعهم لبرنامج صحة وسعادة، وآملين أن نكون دائما عند حسن ظنهم. وكل الشكر لإذاعة نور دبي ولي مخرجنا المبدع سعيد المر، ونتحمد له بالسلامة ونتمنى له دائما الصحة والسلامة. أيضا في التنسيق والمتابعة كانت معنا ميرا الخفلي، وكنت معاكم محدثتكم آمنة العلي، ودمتم بصحة وسعادة وسعادة صحة وسعادة.